الإنسان من الملفات الشائكة والمعقدة يعني خاصة في العراق وبقية الدول اللي المحيطة. للأسف أنه أكو تمييز واضح بين بعض شرائح المجتمع، وهذا التمييز هو يعني غير موجود لا في الدساتير ولا في التشريعات ولا في القوانين الدولية. بصراحة الدستور كفل كل الحقوق لقصار القامة، وماكو تمييز أصلا حتى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه لا يوجد تمييز بين شريحة وأخرى، وأي تمييز يعتبر منافي وانتهاك لحقوق الإنسان في أي دولة كانت. بالحقيقة هنا قصار القامة هم بشر يعني يعيشون مع المجتمع اللي يعيشون معاه، ومن الخطأ امتهان كرامتهم وهضم حقوقهم، فهم مواطنين يعني خلينا نحكي على مستوى العراق مواطنين عراقيين، كفل الدستور حقوقهم. وذلك المشكلة انه هناك تهميش اجتماعي اكثر ما تهميش قانوني صراحة. ومن حق انه قصار القامة المؤهلين انه يمارسون حياتهم، حتى ممكن يرشحون الى مناصب موجودة في الدولة.